جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل يا شيخ: قد أضطر للسفر وأنا صائم بعد الظهر مثلا، فهل يجوز لي أن أفطر؟ وهل في هذا قطع وإبطال للعمل؟ نعم. يقول: قد أضطر للسفر وأنا صائم مثلا، فهل يجوز لي أن أفطر؟ وهل في هذا قطع وإبطال للعمل؟ إن كان يقصد يعني إكمال اليوم الذي الذي سافر في أثنائه وهو صائم، فالأفضل أو الواجب عند بعض العلماء أنه يكمله، أنه يكمل اليوم الذي بدأه وصامه في الحضر ثم سافر، الأفضل أو الواجب أنه يكمله، وأما ما بعده فإنه إن شاء أفطر وإن شاء صام. قوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم.